السلام عليكم ورجعتكم انطباع دراجون بول. وقفنا بالحلقة اللي فاتت على حبتين يا جوكو. جوكو لما مسك ضربة فريزا وطيرها في السماء. كنت أظن الحلقة هذه راح يكون استعراض لفريزا لين يجي عدو جديد او استعراض الجوكو، لكن واضح ان الموضوع فيه احتدام. فريزا قاعد يستخدم جميع الطرق الغير مشروعة لاستفزاز جوكو. يبي يستفز جبل من البرود، جبل بعد ما كل واحد فيهم شحذ عضلاته وبدأوا بالتقاتل. صراحة مشهد القتال كان جميل، هذا شيء أنا أحبه في دراغون بول، القتال اليدوي. القتال اليدوي كنت أستنى طول الحلقة، شيء رائع وما جاء في الحلقة. أتمنى يجي في الحلقة الجاية إني أشوف جوكو مرة ثانية يلطش فريزا على وجهه. توقعت إن هالشيء ممكن يصير لما جوكو قفرت معاه من فريزا وقال له أنا ترى هدفي مبدئي في القتال اني اقاتل الناس الاقوياء، اني اشوف مدى قوتي، بس انت بديت تستهزني، بديت تقفلها وياي. فريزا ببلاغة القول وبشناعة الفعل يبي يوصل لك يا جوكو، انا ماني بجاي اقاتل، انا ماني بجاي ابارز، انا جاي انكل فيك وفي اللي جابوك. جوكو مو براضي من بدأت الحلقة، يقول فريزا عن الوساخة، فريزا عيب. ممكن إلى ربع الأول من الحلقة أنا ما حبيت اللي قاعد يصير، بعدين لما جات الملامح الجادة حقت جوكو أنا سكت. أنا تبلعمت زي ما نقولها عندنا، خلاص ملامح جوكو الجادة في آخر مرة قال لفريزا اترك عنك الألعاب القذرة، خلينا الموضوع خلاص ما عاد فيه مجال. فريزا يقول لجوكو انت عندك طاقة ما طلعتها، وجوكو يقول لفريزا انت عندك طاقة ما طلعتها. بدأ الموضوع وانيش عندك انت، وانيش عندك. قعدت اقول واخرتها، يعني شيء الجديد واخرتها. ولما جات اخرتها للمرة الثانية في الحلقة سكت. طاقة الحقيقية السوبر سايجين جودو، الرسم كيف ان الهالة انبنت على جوكو وتساقطت من حوله كأن شرنقة او لا كل دوقود تنين طلع من بيضة. شيء خطير ترى اللي صار، شيء خطير، رسم مبدع، قمة خيال، شيء رائع صراحة جدا جدا شفته في دراغون بول. ابداع ما بين الامباكتس، اخراج الامباكتس بوف 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 بوف، ابداع. الشغلة الثانية الطلقات والمؤثرات، شيء رائع. الساوند تراك اللي شغال يخليك تبحر في الحلقة، تجيك بعض الانميات يجيك ساوند تراك مبدع بس يطلعك ترى من جو الحلقة يخليك تركز فيه اهو، ويجيك ساوند تراك جاي بالعيد يطلعك من جو الحدث، يعني تحس انك تبي تتحمس بس في ازعاج حولك. هنا في تناغم، في هارموني، تعيش مع اللقطة، تعيش مع الحدث. هذا شيء عجبني صراحة في الحلقة الأخيرة هذه، طبعاً بالأخير من المسلسل يعني آخر حلقة نزلت قصدي. أيضاً تجيك أنميات تتميز في إخراج الدايركت فايت. الدايركت فايت يعني اللي إحنا نشوفه زي المارتيال آرت، زي فنون الدفاع عن النفس، القتال اليدوي. وتجيك أنميات تتميز في إخراج الطلقات والسحر والأشياء الخارقة. دراغون بول أبدع في الاثنين، في الاثنين. إذا جاك القتال يدوي مستحيل تمل، خاصة جوكو لما مسك ذيل فريزا تعيشني جو لما جوكو مسك بذيل فريزا. طبعا ما ألوم في جيت على التدخل اللي سواها في النص، لأن أنا كنت على وشك أجيب صحن تمر ودلة شاهي وأقول جوكو راح قهوة، راح قهوة، خلي ياكل يا ابن الحلال، يمكن فيزا جيعان، ضيفة قبل الطقة ضيفة. تدخل في جيتك كان رائع. طبعا أنا انتقادي، لا يجي أحد يقول أنت انتقد الحلقة، الحلقة رهيبة،
الحلقة أنا أنتقد الحدث، لا ما أنتقد الحدث، أنا أنتقد تصرفات جوكو. شيء رائع ترى لما أنت تنتقد تصرفات شخصية، معناه الشخصية هذه دخلتك لين داخل، خلتك تبلع تبلع اللي هي تبي توصله لك، تبلع الموقف تتقمصه وتنقذه. جوكو ببرودة، وهذا الشيء انتقد عليه ويز من قبل، وصلني للمرحلة هذه. في جيتا هنا دخل قال واخذتها وياك، بتصحى ولا صحيك بكفه الحين؟ بدا مع جوكو على طول. جوكو في الاستعراض الاول وفي جيتا واقف، في جيتا لحد الحين ما شفنا استعراضه. في جيتا العاده يكون واحد من اثنين، يا حاقد يا ساكت، يا حاقد تشوفه يزبد يزبد يزبد، يا ساكت وما تشوف منه الا هيبه غير طبيعيه. المرة هذه في جيتا مع فريزا قاعد يتريق، شيء رائع صراحة في جيتا. اللي قالتها بولما عن هذا اللي من شرطة المجرة أو من حراس المجرة، إنه في تشابه بينه وبين فريزا، وإنه قادر يشوفهم فوق، جوهان ما كان قادر يشوفهم مع القوة الجديدة، هذا قادر يشوفهم ويشوف وين هذا، وهذا الصد مين. أنا أحس إن هذا راح يكون فيه شيء بعدين، إما في الحدث هذا أو في الحدث اللي بعده. هذا راح يكون تجسيد المثل يقول لا تحقرن صغيرا. احنا نشوف خواف جسمه صغير شكله غبي، بس صراحة لما لمحت بولما انتبهت انه فعلا يشبه فريزة، في تشابه. طبعا اكبر شيء يشبه له واكثر شيء يشبه له هو الترامان، الترامان اللي يشبه رجل حديدي، هذا رجل اللي سواه بنفس نمط اخراج رجل حديدي هو اكثر شيء يشبه له. لكن الحين شنو ناوي هذا؟ هذا اعتقد اللي هو الفضائي هذا مش مجرد كوميديا، لا في وراه شيء. اخراج الحلقة صراحة لا يعلى عليه، خاصة من توي انيميشن ويجي حلقة زي كذا، معناها فعلا اخراج لا يعلى عليه. الهيئة الجديدة الزرقاء حقت السوبر سايجين قلت شيء رائع صراحة، انتقل من الاصفر الى الاحمر الى الهيئة الزرقاء. طبعا في دراغون بول جيتي التحول اللي صار له أهوية في جيتا، لو يدرجونه أدري إنه ما كان ترى من ضمن قصة، ترى كان فيلر، جيتي كان فيلر، لكن ذاك التحول كان شكله هيبة. لو يجيبونه بأي طريقة راح يضيف روعة صراحة، راح يضيف روعة خيالية. لو يسوون له أي مدخل، أتمنى يسوون له أي مدخل صراحة في دراغون بول جيتي، مع إنه فيلر أو مش مكتوب من نفس الكاتب، إلا أنهم أبدعوا فيه ترى، في له عشاق وفانز كبيرين، فأنا أتمنى أنهم يجيبون. على فكرة لا ننسى أن في نهاية دراغون بول كاي في بطولة بودوكاي أو بودوكاي قابل تجسيد الجديد الماجيمبو. يفترض أن جوكو لما قابل التجسيد هذا، وأن التجسيد هذا فعلا هو القوي، وأنه يبغى يدربه، وجوكو اعترف بقوته، أنه عدى مرحلة السوبر سايجين قدو، مما يعني ان جايين وحوش، جايين وحوش وحوش، يعني واحد تقاتل مع بيروس، تقاتل مع عودة فريزا، تدرب مع ويز، قدام بيتقابل مع هذا تجسيد ماجيمبو. اتمنى الكاتب يرجع في القصة مرة ثانية اللي هو تجسيد ماجيمبو، بيتقابل معاه جوكو. ننتظر متى بيصير هالشيء، لان احنا لما شفناه في نهاية دراغون بول زد او نهاية دراغون بول كاي قد ان حفيدته انولدت وكبرت وشاركت في هذه بطولة البودوكاي. فأتوقع صراحة أن لازال في مجالات للتطور، عشان كده أتمنى يجيبون أشياء من جيتي، يجيبون كل شيء. ما هل بيكون فريزا استعراض قوة جوكو الجديدة فقط، ولا بيصير شيء ثاني؟ زي ما قلت لكم أنا إحساسي أن الحدث هذا هو اللي في جيتا، ولازلت أتمنى فعلا أن الحدث يكون في جيتا. حلقة خيال، حلقة 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 خيال، أتعب وأنا أقول حلقة خيال. هيبة جوكو، هيبة جوكو، يا الله يا الله الكاتب إيش قد مبدع، يا الله يا الله الكاتب إيش قد مبدع. كل تحول من تحولات جوكو يخليني كذا، أنا أتحول سوبر سايجين. بس طلبتك طلبة، أبي التلطيشة، أبي التلطيشة، أبي كفوف إقلام يا ابني، إقلام مو بس تلطيشة، أفا أفا كذا على قفاه كذا، أبي كذا طلب يا أخي، طلب طلب طلب. هل أقع الغبي؟ هذا اللي كنا خوذم
مصفوطة من أبي جوكو ينزل رأسه وكذا على قفاه. صحيح إنه له عشاق فيزا، صحيح إنه رمز من رموز اليأس الموجود في دراغون بول، بس يا أخي ما أبلعه. طلبتك كذا على قفاه على قفاه. قبل أن الحلقة بشرى سعيدة لجميع عشاقنا في الكويت، انتظرونا في شهر فبراير، يعني بعد شهرين راح نكون موجودين في حفل كويت كون. راح يكون الحفل من 18 فبراير إلى 20 فبراير. كل التفاصيل راح ننزلها في حلقة خاصة إهداء مني للحفل الرائع هذا كويت كون. ثاني حفل أحضره ومن أكثر الحفلات اللي حبيتها وعشت صراحة عشت فيها عشت مع الجماهير. فانتظروني إن شاء الله في حلقة خاصة أتكلم فيها عن الحفل الجاي من كويت كون. انتظروني يوم الأحد أعلمكم أغلب التفاصيل مع انطباع ون بيس. الحين كل اللي أقدر أقوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الشير اللايك السبسكرايب. شوفكم.